السلام عليكم طلابي الأعزاء، كيف حالكم؟ هل أنتم بخير؟ أتمنى أن تكونوا دائما بخير. اليوم درسنا حول الأرقام العربية. كنا قد تعلمنا 3 أرقام سابقا. إذا من يذكرني ما هي الأرقام التي تعلمناها؟ دعونا نسترجع الأرقام سويا. كنا قد تعلمنا الرقم 1، وتعلمنا أيضا الرقم 2، وتعلمنا أيضا الرقم 3. إذا اليوم سوف نتعلم رقم جديد. ما هو الرقم الذي يلي الرقم 3؟ إنه الرقم، من يحذر؟ إنه الرقم 4. أحسنتم. ولكن قبل أن نتعلم الرقم 4، سوف أقرأ لكم قصة جميلة تدعى قصة 4 والسمكة. إذا سوف أقرأ قصة تدعى قصة 4 والسمكة. هل أنتم جاهزون؟ أحسنتم. هيا لنبدأ. ذهب الرقم 4 ليصطاد السمك. رمى الرقم 4 الصنارة في النهر، فرأى 4 سمكات جميلات. وحاول الرقم 4 اصطياد السمكات الأربعة، لكنه لم ينجح. فأخذ الرقم 4 يبكي. فرآه صياد وقال له: ماذا بك يا رقم 4؟ قال الرقم 4: لم أعرف أصطاد السمك. فرد الصياد وقال له: أنا عندي 4 سمكات، 1 لي، والثانية لزوجتي، والثالثة لابني، والرابعة لك. فرح الرقم 4 وأخذ السمكة وشكر الرجل على هديته. إذا درسنا اليوم عن الرقم 4. كما اعتدنا في كل مرة نتعلم رقم جديد، نتعلم كيف نكتبه. إذا طلابي الأعزاء، كيف نكتب العدد 4؟ كنا قد تعلمنا في المدرسة كيف نرسم الخط المنحني إلى اليمين. هل تذكرتم؟ هكذا نرسم الخط المنحني إلى اليمين. هل تذكرتم؟ كنا قد تعلمناه في الصف. إذا لنكتب الرقم 4 سوف نرسم خط منحني إلى اليمين 2. سوف نرسم خطين منحنين إلى اليمين. لاحظوا كيف نرسم خط منحني إلى اليمين وخط منحني إلى اليمين آخر، خط منحني إلى اليمين وخط منحني إلى اليمين واحد آخر. إذا خط منحني إلى اليمين وخط منحني إلى اليمين. إذا لا ننسى دائما السطر، بيت الرقم أو العدد، والذي هو كما اتفقنا السطر. لا ننسى السطر. إذا الرقم 4 نرسم خطين منحني إلى اليمين، خط منحني إلى اليمين وخط منحني إلى اليمين آخر. إذا بعدما تعلمنا كيف نكتب الرقم 4، انظروا طلابي الأعزاء، كم فيل لدي هنا في الصورة؟ كم فيل لدي؟ دعونا نعد سويا. 1 2 3 4. إذا لدي 4 فيلة. أحسنتم. الآن انظروا إلى الأحصنة هنا، كم حصان لدي؟ دعونا نعد سويا. هيا بنا. لدي 1 2 3 4. إذا لدي 4 أحصنة. أحسنت. الآن كم غزال لدي هنا في هذه الصورة؟ دعونا نعد سويا. هيا بنا. لدي 1 2
ثلاثة، أربعة. إذن لدي أربعة، أحسنت. الآن هذا الصياد اصطاد سمك، دعونا نشاهد كم سمكة اصطاد. هيا نعده سويا. اصطاد سمكة واحدة، اثنان، ثلاثة، أربعة. إذن اصطاد أربع سمكات، أحسنت. إلى هنا طلابي الأعزاء وينتهي درسنا بهذا اليوم. في الدرس القادم سوف أقوم بحل بعض التدريبات المتعلقة بالرقم 4. الآن دمتم في أمان الله وحفظه، ألقاكم عن قريب إن شاء الله، وإلى اللقاء.